بسم الله وكفى والصلاة والسلام على كل الأنبياء. يقول مولانا ولا خديف ياسر يطول أما أنو ساعة ساعة نشير إلى شيء عليكم كان تواصوا الرب بين الأمور حتى تتضح لكم حقيقة تلك الأمور. وإلى الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. جاء وقت باش تعمل جرد لأعمالك. يا ليتني لم أتبع فلان ولم أتخذه خليلا. يا ليتني احنا المؤمنين قولوا يا ليت الرهيب كان رهيبين. الرداء رداءين الدرهم درهمين. احنا بدنا نتغبن ما يوم التغابن. هم الكلاب المنافقين وعداء الدين وكفار والريبيين والملحدين يتغبن كيفاش ذبحوا امير الشياطين وهو الياس من رحمه الرحمه هو اسمه ابليس. ابليس اي ربما بريفاتيف ابليس محرم عليه التنعيم. بليس اون انجلي التنعم. عاد يقول ربي واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت. هنا يدخل القسم وبعد يجي جواب القسم. فلا اقسم بالخنس اي يقسم مولانا باشياء عجيبه اكستراوردينار انا مش معهود ملاحظتها او ابصارها. فلا اقسم بالخنس. هنا ربي بدا يقسم باشياء يفهموها اللي ناشطين في علم الفلك وفيزياء الفلك. نعود ان شاء الله الذي له الملك والملكوت. ملكوت اي ملكه كامل لا ينقص احد ولا حد عنده حيله باش ينقص شيء مما قدره الله من اول لاخر. الله هو يبقى الله والسلام.